السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ طيبين؟ طبعا لعبة كود 20، من يوم ما بدأت ألعب في ذي اللعبة وأنا جالس همي كله أفتح ألوان الأسلحة اللي موجودة في طور الزومبي بس، تمام؟ فمع بداية السيزون الثاني أنا سحب سيفون على اللعبة. شفت ايش يعني يوم نزل السيزون، شفت ايش فيه في الجيم باس، واللي هو احنا نسميه باتل باس اللي اسم ثاني ما ادري. المهم فبداية السيزون الثاني كنت ساحب سيفون على اللعبة الكود، كان باقي لي 6 اسلحة واطلع لها اللون الاخير، لكن كنت ساحب عليها السيفون. كنت جالس العب باتل فيلد في طول الوقت حرفيا طول الوقت انا قاعد العب باتل فيلد في. فكل يوم يعني اطلع العب على سلاح سلاحين سلاح سلاحين وزي كذا. اليوم باقي لي بس سكينة، ففتحت اللون أخيرا. شوف طبعا بمجرد آخر سلاح تفتحه ينفتح الألوان كلها في الطور العادي مثل بلاير ما أدري، بس في الزومبي بمجرد خلاص من يوم ما تفك اللون الأخير على أي سلاح ينفتح الألوان كلها على الأسلحة كلها. فشوفوا هذا اللون الأخير، شيء مرة أسطوري. ونروح على سلاح ثاني مثلا، يعني نسوي تغيير، نروح مثلا على فين هذا ام سي دبليو مثلا، نحط على الالوان. شوف في خيار ثاني اللي هو نطلع على صالة اللعبة وكذا والأسلحة. شوف طبعا السلاح ما نفسي، شوف ليفل 6 بس الأسلحة الثانية خلاص كلها كملتها. اللون الأخير اللون الأخير اللون الأخير اللون الأخير، هنا عندك البنادق معك. اللون الأخير اللون الأخير اللون الأخير، هنا مسدسات الرشاشة. اللون الأخير اللون الأخير اللون الأخير اللون الأخير، هي مطلوب منك 36 سلاح. كل ما تتقدم اللعبة يجيك سيزونات جديدة، تجيك أسلحة كثيرة، عرفت؟ هذه ما يهم، هم يطالبين منك 36 سلاح بس. خلاطات سذاجن كلها، بنادق القنص، هذه ما لعبت فيها ولا شيء. هذه الأربعة دي ما لعبت فيها. هنا عندك السنايبرات، شوف هذه اللون الأخير اللون الأخير اللون الأخير، السدسات كلها المطلوبة، قاذفات اللي ما لعبت فيها، السكاكين كلها خلصتها. شوف اللون الأخير اللون الأخير اللون الأخير، لا هذه 3 بس. نشوف كذا ضغطنا مكتملة. فدحين أنا شغلي إيش دحين بسوي؟ فببدأ شو أوريك استبدال، مثلا نحط السلاح أيوة كذا. شوف هذا اللون الأخير، شوفوا أوف والله جبار هنا. فببدأ بس بشتغل على هذه. أول شي تخلص الذهبي، إذا أخذت الجوائز حقتها تبدأ على الأحمر، تمام؟ بس لازم تستخدم اللون، يعني الحين أنا خلصت الذهبي لازم أحط اللون السلاح الذهبي على السلاح عشان ينفتح لي الأحمر. بعد ما أخلص الأحمر لازم أحط اللون الأحمر وأجي ألعب التحدي الأخضر اللي هو بس كلات. بس كل مرة يتقدم، يعني أول مرة 300 بعدها 600 بعدها 900 بعدها 1200 على نفس السلاح، مو شرط نفس الجيم، لو تلعب 100 جيم عادي. فهمتوا؟ فالصراحة شيء إنجاز الصراحة في جميع أجزاء كود كلها من الجزء الأول للجزء الأول مرة أفتح اللون الأخير. فمبروك يا نصر.